حوار مركب الهدي نايفر بيباردو كان يفرض على البقلاوة كسب 3 نقاط أكثر من ثمينة لمواصلة الإنقاذ والخروج من عنق الزجاجة أمام جي اس كا الساعية للابتعاد عن مناطق الخطر. الملعب التونسي مع انتداب على دين عباس، لكن اللاعب لم يتم تأهيله إلى حد الآن. مضيت العقد نتاعي مع الملعب التونسي، تبقى حكاية الكاليفيكاسيون. إن شاء الله بيانتو، إن شاء الله أبارتير من الماتش الجاي نبدأ مع أصحابي والناس كلنا نتعاونوا إن شاء الله باش الملعب التونسي يكون في مرتبة ليسحق إن شاء الله. أبناء باسكال جانا بتغييرات في التشكيلة من جولة إلى أخرى طالت عديد المراكز. بعد كل 7 مباريات اللي عديناهم هذوك، 7 مباريات في 20 يوم، مباريات ماراثونية، صاروا لنا برشا صعوبات، وزيد اللاعبين اللي خرجوا واللاعبين اللي دخلوا في الميركاتو، شيء طبيعي كانوا ديما تغير التشكيلة مع بعض الإصابات. لقاء كان مسبوق بتكريم الأستاذ أنيس بن ميم وفاء لروح والده الراحل. ونقول المرحوم الله يرحمه ما ماتش باقي حي، خاطر خلالنا تبارك الله وتشوفوا الشيء، وخاصة سي أنيس معناها الواجب وشيء اللي قايم به الملعب التونسي. نحن بابا ربنا الحب استاذ، وقت اللي هو يحتضر يرحمه اخر حاجه ذكرها استاذ. الحمد لله وملعب التونسي ان شاء الله ديما تعيش في قلوبنا وفي حياتنا ما دمنا عايشين معاه. والله نشكر الهيئه والكبير الكبير اعطاهم الصحه وبارك الله فيهم، وان شاء الله الوالد اللي خدم جمعيه كبيره، وان شاء الله ربي يربح اليوم ان شاء الله. مباراة كانت مفتوحة منذ البداية، فرصة بفرصة رغم ضغط النتيجة، ورهان اللقاء كان أكثر على زملاء رويد. توغلات علي القربي خلقت برشا خطر على دفاع البقلاوة. في المقابل محاولات القصيرة المكير زياد العنلي والشيخ توري لم تأتي بالجديد. دقيقة أخيرة من الشوط الأول وصبري العماري كما جات كورتو على القائم كاد يباغت الحارس قيس العمدوني. نهاية شوط إتشكوكية، فادي بنشوق يعمل الشو، يستعرض في منطقة الجزاء وكرة كواسي ضايعة وتضيع معها فرصة التهديف للبقلاوة. شوط ثاني منذ الدقيقة 5، ركنية من سيف الدين العكرمي وحمد رويد بالراس في زاوية مستحيلة على الحارس علي القلعي الذي يكتفي بالمتابعة. هدف مقابل صفر للبقلاوة وهدف تنفس به السعداء ماهر الكنزاري. رد شبيبة يأتي بسرعة، مالك بحار يطالب بضربة جزاء. في المقابل زياد العنلي يسقط ومراد بن حمزة حكم المباراة يقول والعب. ربع ساعة بعد هدف البقلاوة كوتشينج من مدرب جي اس كا باسكال جانا كان حاسم بإدخال محمد علي الرقوبي الذي يمضي هدف التعادل للشبيبة ويعيد المباراة إلى بدايتها. هدف خلى نهاية اللقاء تكون مشوقة، فرص من الجانبين، لكن ضغط النتيجة خلى لاعبي البقلاوة على أعصابهم لتنتهي المباراة قسمة خيان. تعادل ربما أرضى ضيوف، لكنه بالتأكيد لا يسمن ولا يغني من جوع بالنسبة لأبناء ماهر الكنزاري في لقاء كان من فئة 6 نقاط. رجعت بقوة اليوم، نخدم على روحي وجمعيتي جيسكا، هذيك أمي هي اللي كونتني، معناها ما فما حتى مزية كان كمل معها حياتي الكل مش خسارة فيها، والحمد لله قاعد نخدم على روحي. وخدت صعوبات من الأول مع المدرب هذا بحكم هو معناها خبرة وكبير، سمعت كلامه وطبقت في لونترينمو، والحمد لله يا رب رجعت من الباب الكبير. الحمد لله يا رب. قال aujourd'hui un des joueurs qui est rentré nous a aidé à récupérer un point sur le match d'aujourd'hui et c'était important. اليوم التعويضات اللي قمنا بها اعطت اكلها وقدمت الاضافه. مباراه هامه بعد زوج هزائم متتاليه ونقطه ثمينه خارج القواعد تخلينا نخدموا في راحه ومهمه جدا للمعنويه. On joue de façon plus intelligente les contres qu'on avait à jouer, mais bon, c'est vrai qu'après deux défaites, il fallait surtout stopper la spirale des défaites et puis se redonner du moral en prenant quelque chose ici. خسرت زوج نقاط ولا ربحت نقطة؟ ممكن عمل جنوة المباراة؟ لا، اليوم ربحنا نقطة مع مراد بن حمزة كي تاخذ أن بوان هنا، الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. من ديزيناسيون بو كومبوندو لي ريزولتا في تونس. من نجاس هذا شو معناتها يعاود يرجع لنا، مازال كيشد لنا ماتش الكلوب وعمل كاتاستروف دي كاتاستروف في وسط الماتش. شو معناتها يرجع؟ علاش يرجع هذا علاش؟ علاش الملعب
التونسي ما يحتاجش على التعيين. ما نجوش نحن رانا ناس متربيين، رانا نجمو نعملوا كل شيء، لكن ما نعملوش خلاقنا واسم جمعيتنا وتاريخنا ما يسمحلناش باش نعملوا حاجات اللي تعمل فيها الناس. ما نسمحلناش. شنو الحل تو؟ الحل فهمونا كان باش نطيحوا تو نطيحوا. شنو المشكل؟ خلينا نلعبوا جونيور ونقصوا ما عادش نخدموا نطيحوا الناس الكل علاش؟ ناس تخدم ودفعان فلوس وناس تجري وكعليش. حبيت ندخل تعقيب على التصريحات اللي قام بها مدرب الملعب التونسي ماهر كازاري اللي حط كل المسؤولية في تعادل الملعب التونسي على الحكم مراد بن حمزة. شفنا تبعت الناس كل تبعت المقابلة وكانت تلفزيونية يعني تعديات مباشرة على الوطنية، وشفنا اللي الحكم يعني ما أثرش على نتيجة المقابلة، ما فماش أخطاء فاتحة اللي ظلمة الملعب التونسي، بل بالعكس إذا كان مش نتحدث وندخله في التفاصيل سيستم جديدي موجود وينجم يثبت في علاقة الملعب التونسي. هو فما لو سمحت فما برشة لقطات لو كان يتم التثبت فيهم الكل كانوا ضد الشبيبة. هذا يراه مش تنقيس من شأن الحكم، حكم قدم مقابلة اجتهد حتى الأخطاء اللي قام بها بتاتر أخطاء تقديرية ما أفرش على نتيجة مقابلة، لكن كي نشوفوا مال كنزاري يحكي بالطريقة ذيك ونديري يحكي على مقابلة أخرى مش مقابلة يصرف اليوم شبيبة راهي ما يش في حاجة الهدية من حكام ولا مش دعمنا حكام، كنا ضررنا وظلمنا في عدة مقابلات. اليوم الشبيبة عندها استحقاق وهو فنيين معاك في البلاتو أكدوا لشبيبة تستحق على الأقل نقطة تعاد في محمد علي. أنا ما كنتش مع الحكم، أنا تكلمت بموضوعية وتكلمت باش ندافع على فريقي واستحقاقه في عودته بنتيجة التعادل. حضرنا المقابلة كما يلزم. الشبيبة مش أول مرة تتعادل مع الملعب التونسي، انتصرنا عليه في عدة مقابلات وتعادلنا ونهزلنا وهذيك هي الرياضة. علاقتنا طيبة بالملعب التونسي، ما نحبش التصريحات هذه تأثر على العلاقة بين زوج فرق، ونتمنى الحظ أوفر للملعب التونسي بقية المقابلات. يعطيك الصحة. شوفوا اللقطة الأولى، شوفوا التدخل نتاع خالد القربي لهنا، شوفوا باش نعاود نشوفوها بالهيا، شوفوا كيفاش التاكل نتاع خالد القربي لهنا باش يلعب الشوفي نتاع باش يلعب الشوفي نتاع لاعب الشبيبة. ولهنا كان حكم لهنا إشهار الورقة الحمراء لخالد القربي معناتها ودرج لاعب، معناتها مازلنا نعاودوا خمسة دقائق، معناتها المفروض خالد القربي يخرج من الملعب في اللقطة هذيك. اللقطة الثانية نشوفوا الركنية اللي جابت الهدف تاع الملعب التونسي، الكرة لهنا أبريوري خرجت من الملعب، شوفوا لهنا كيفاش الكره نورمال ما خرجت من الملعب، معناتها كان حكم لهنا يحط سيمات ما يحطش ركنيه، والركنيه هذيك اللي جابت الهدف. الثالثه مطالب ضرب جزاء هنا للشبيبه، ونشوف كيفاش معناتها احتكاك عادي، معناتها خالد القربي سنه في الكره معناتها ولا خرج من تالي، المهاجم جاي من تالي هو اللي دخل في خالد القربي، ولا وجود لمخالفه ولا وجود لضرب جزاء. نمشيو للرقطه الرابعه، هجوم الملعب التونسي لهنا، نشوف كيفاش اللاعب تاع الشبيبه باش يلعب الكره معناتها، وش اسمه اللاعب نتاع الملعب التونسي هو اللي باش يطيح وحده، وسيمولاسيون واضحه وقرار تاع الحكم صحيح، لا وجود لمخالفه لهنا. شوف كيفاش لاعب الشبيبه هو اللي باش يلعب الكره ونتاع ولاعب نتاع الملعب التونسي هو اللي يطيح، وسيمولاسيون صحيحه وقرار تاع الحكم صحيح.